خلينا نرجع بعد للطبخات اللي انت تحبها، يعني اللي محببه لقلبك وتحب تاكلها والله من يدك انت. انا مميز يعني الحمد لله عندي الترين زي ما تقول فيها، السليق ما شاء الله، البخاري، الرز المديني، الفول المعصوب، هذه السعودية، الأكل البرازيلي عندي، البايلة الأسبانية، هذه كلها ترند الحمد لله. المطبخ المغربي برضه ترند الحمد لله، يا سلام. الطواجن هذه، الطواجين والطنجية، فالحمد لله يعني عندي تقريبا 4 مطابخ مع 5 لغات ما شاء الله تبارك الله. طيب يقولوا في علاقة بين أكلنا العربي أو السعودي مع اللاتيني اللي هو البرازيلي بدل ما تطريت، أو الأسباني، في علاقة؟ هم حسب معرفتي، انا هذا الكلام بقول لك يا حسب معرفتي وشفته، انه هم البهارات الرئيسيه عندهم مثلا جوز الهند، الجنزبيل، البابريكا في امريكا اللاتينيه، ما يستخدموا مثلا الكمون، ما يستخدموا القرفه، القرنفل، هذه ما يستخدموها، نادرة ما يستخدموها الا القرفه في الحلويات، لكن في الطبخه ما يستخدموها. فنحن لا، عندنا خليط نحن من الايراني، من الهندي، اللي هو الآسيوي، فعندنا ما شاء الله خليط كامل. فلذلك ما شاء الله عندنا جودة المطاعم هنا في السعودية خاصة في الوقت الحالي تفوق. أنا عملت في لندن 18 سنة، أجي مقارنة هنا لا صراحة هنا جدا شيء جميل ورائع. هل فعلا يعني شيف طارق انه مثلا في اوروبا، وانا يمكن شفت شيء في لندن او بعض الدول، انه ما عندهم ثقافة يعني البهارات، يعني عادة مثلا في أوروبا ما عندهم الثقافة وأكلاتهم ما عندها تاريخ، يعني مثلا تلاقي برجر، هوت دوغ، يعني الإنجليزي فيشن شيبس، باستا، باستا، أيوة، بس باستا والكرات اللحم، ما عندهم. يعني ما عندهم، شوف أغنى مطبخ في العالم يعتبر الهندي، الإيراني، عندنا السعودي، قلت لك أتميز في الجنوب، أيوة، يعني منطقة الجنوب هي منطقة عسير والباحة ومنطقة جيزان، ما شاء الله غنية جدا يعني. يعني الجريش عندنا نوعين، الاحمر اللي هو اهل الشمال، هنا الابيض اهل الوسطى، الخبز، السمن، العسل، العريكه، العصيده، يعني فما شاء الله عندنا كثير يعني. طيب ايضا كذا لك بحكم كشيف انت وشفت يعني ثقافه انه هذا الاكل وصل للعالم، خاصه في عاده احنا مثلا بنقبل على اكل مثلا اسيوي ممكن نتقزز ما يعجبنا، كيف الاكل السعودي للدول الاخرى؟ يعني هل كان لذيذ يعني عجبهم؟ والله بحكم تجربتي انا يعني بعكس، كانوا انبسطوا، كانوا ضيوفنا يعني في يعني الوفود كانوا يجونا مثلا يحبوا للسفاره ومناسباتنا الوطنيه لما كنا نسويها كانوا عجبهم. يعني كنت يعني ابدع في الاكل السعودي، يعني الجريش، القرصان، الكبسه، المندي بجميع انواعها، يعني رز بطبخه، يعني كانوا ينبهروا، يقول لك عكس المطاعم اللي برا موجوده، أيوة. المطاعم برا يعني موجوده قليله جدا هناك، مثلا نقدر نقول الايرانيه عشان هم بيعوا رز ومشويات، او اللبنانيه، أيوة. او العراقيه، فالسعودي كان قليل. فلما كان ايش معقول هذا الاكل عندكم، يعني كان الحمد لله بنسمع هذا الصدى كثير يعني، فالحمد لله يعني عندنا اشياء كثير فإن شاء الله نصدرها مع الأيام، إن شاء الله حنطلع أكثر. يعني الشباب كثير ما شاء الله اللي بتطلعوا خارج المملكة، يعني هذه الثقافة ما شاء الله ما هي مقصرة، بترسل شباب سعوديين طهاء كلهم، سواء البنات أو الأولاد، وما شاء الله يعني بيعملوا على طول ترند فيها، لأنه ما شاء الله أكلنا مميز كثير، يعني سهل وخفيف. والناس يقول لك مثلا كبسة ثقيلة، لا ما هي ثقيلة، في توازن، لكن في واحد لو زود مثلا في الزيت أو السمن أصرف فيها، لكن لما يكون توازن الحمد لله. ما عندنا اكل فيه تخمه، ما في سهل،